ناقش رئيس هيئة الرقابة المالية دور الهيئات الرقابية في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة واتفاق باريس لتغير المناخ خلال ترأسه المجموعة الاستشارية لهيئات أسواق المال العالمية بمقر الأمم المتحدة بجنيف. وقال إن المشاركين اتفقوا على 7 مجالات رئيسية يمكن للجهات الرقابية القيام بها لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر. وتتمثل تلك المجالات في قيام الجهات الرقابية بتيسير وتسهيل نمو الاستثمارات الداعمة للتنمية المستدامة وتحفيز الشركات على مزيد من الإفصاح في مجالات البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، وكذلك حث المستثمرين على الأخذ في الاعتبار مناحي الاستدامة عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.